الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الإخوة تحدثوا في هذا الموضوع يعني وذكروا نقاط أساسية ومهمة، وأنا كلامي حيكون عبارة عن تأكيد وزيادة في بعض النقاط. وأنا ما حتكلم عن الإباحية عند العلمانين برا، لأنه يا أخواننا حنجي نعرف أسباب الإباحية عشان يكون الإنسان إنسان نجيط فاهم الحاصل شنو. طيب، الإباحية زي ما قالوا في تعريفاتها إنه هي التحلل من الحشمة والأخلاق. فالإنسان الإباحي هو الإنسان المتحلل من الحشمة. والحشمة يا أخواننا كلمة لا تختص بالنساء، مش معنى الخصمة طوالي أنت تتخيل في مخيلتك مرة، لا فلا طرح، وإنما الحشمة هي يعني خلق كالحياء يمنع الإنسان من ارتكاب ما يقبح قولا أو فعلا أو غير ذلك. فالإنسان المتحلل الإباحي هو الإنسان الذي تحلل من الحشمة والأخلاق، وقيل هو الذي لا يسلم ولا يعترف بأي تقييد للحرية الشخصية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وده تعريف نحن بنقوله للجماعة بتاعين انبسغت، يعني يمكن يكون الأخلاق دي ما سمع بيها ولا لقاها ولا أي حاجة، لكن بنديك تعريف تاني إنه هو لا يعترف بأي تقييد على الحرية الشخصية. وده طبعا معناه محاربة للدين، لأن يا أخواننا الدين تدخل في خصوصية الإنسان حتى تدخل في العلاقة الزوجية بين الرجل وبين زوجته، وذلك لكمال الإسلام وكمال تعاليمه، وحتى تكون حياة الإنسان حتى في علاقته الزوجية علاقة لها قيمة وعلاقة لها قيم ولها أخلاق. طيب، فالإباحية بهذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى ذمها في القرآن. ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالإنسان بيعظم متع النفس وما تتطلع إليه النفس ولا يوجد لها حاجز، ده الهوى. والهوى زي ما قالوا العلماء ما جاء في القرآن إلا مذموما. ربنا قال: واتبع هواه وكان أمره شنو فرطا. وربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع شنو هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. يعني الكلب لو شديت عليه كأنك تضربه بيلهث، أو تتركه يلهث، يعني ما بينفع فيه إنه تتعامل معه تعامل تمام أو ما تعامل تمام، لأنه أصلا نفسه مجبول على هذا الشيء، عرفته؟ وغير من الآيات التي ورد فيها ذم الهوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ربنا قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان من غير دين ومن غير أخلاق يساوي أسوأ من البهيمة، لأنه ربنا قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم شنو أضل سبيلا. وتلقى الواحد العلماني زمان في الطابور واقف وما دي دياته ويقروا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فهو ذهب وأخلاقه ذهبت، الاثنين فاتها. أنا ما جايك أصبر لي، عرفتها؟ لكن دي أخواننا الناس تعرف إنه الأمم دي لو ما فيها أخلاق وما تقيدت بأخلاق تاني شغلة بتجوق، وهذا اللي نحن عايشين. مثلا السياسة، السياسيين السودانيين بيعرفوها وعلى الأقل في العصر الحادث بأنها ديرتي جيم، يعني ما فيها أخلاق ثابتة وما فيها قيم وما فيها يعني مبادئ الإنسان بيحافظ عليها، وإنما فيها مصالح الإنسان بيتكئ عليها ويعامل بها الناس. عشان كده كانت السياسة في السودان جاي طجوطة شديدة وملخبطة لخبطة شديدة، ما في أي قيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جابوا له المرأة المخزومية التي سرقت وهي من قريش، فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا ومن يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرأة شريفة وكذا وعندها مكانة إلى آخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. دي الأخلاق ودي القيم المفروض المجتمع يتعامل بها. لو القيمة دي مثلا كمثال اتفقدت بيحصل شنو في المجتمع؟ المجتمع بيحصل فوق يا أخواننا الأحقاد، ده يقول لك ما من جماعتنا، وده العمل الكيزان، ده ما من جماعتنا ولا من الحزب ولا عنده واسطة، يقول لك لابد عشان تشتغل يكون عندك فتى من واو، عرفتها؟ يعني الواسطة يعني، عرفتها؟ وكده ويلعبوا باسم الدين وكلام فارغ كثير. اللي بيحصل في المجتمع شنو؟ بيحصل الأحقاد، بيحصل إنه الإنسان بتفسد أخلاقه لو بقوه في منصب من المناصب، بيقول زي ما أنا ما وصلت للمنصب ده إلا بتعب، لابد أنا أشبع منه شبعة نجيضة عشان تاني يمكن أنا ما أجي، عرفتها؟ عشان كده الميم ده موضوع طويل، فالشغلة دي جايطة يا ناس، موضوع ده طويل زي ما قالوا، عرفتها؟ طيب ده معنى الإباحية، إنه زول يا أخواننا ما مقيد وما عنده مرجع يعني بيثبت من فعل ما يستهجن ويستقبح وفعل ما يضر الناس. طيب أسباب شنو؟ إما أن يكون الجهل المدقع، زول ما سمع بدين ولا سمع بأخلاق ولا عنده قيم وزول شهواني، أو يكون سبب فساد العقيدة، وده من أعظم الأسباب، عرفته؟ وكذلك من أسبابها أيضا ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان. أما السبب الأول فكان عليه أهل الجاهلية كما جاء في البخاري وغيره حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت كان الزواج أو كان النكاح عند أهل الجاهلية على أربعة أنحاء، أربعة أنواع. قال فنكاح، أنا بذكر لك بالاختصار، فالنكاح الأول هو النكاح المعروف اليوم بأنه ده يتقدم للولي حق المرأة ويقوم يدفع عليها الصداق، ده واحد وده قرّاه الإسلام. والثاني اسمه الاستبضاع، وهو أن المرأة إذا طهرت فإن زوجها يرسلها إلى رجل عنده شرف أو مال أو كذا مكان في المجتمع، يقول لها امشي ارقدي معه عشان يحسن النسل بتاعه، عرفتها؟ فتقوم تجيب ولد وعمك ده يربي فوقه، وده موجود طبعا هسي ولا ما موجود؟ ده قاعد لسه جايين نحن. نمرة ثلاثة قال إنه يدخل عليها عشر أنفار. قال فإذا وضعت حملها
ويعني مكثت ليالي دعت العشرة ولم ينكروا تناديهم العشرة. فتقول تشوف أكثر واحد الأيام السنة دي كيف فلس، تشوف الغني فيها مشاكل وسيوف، تشوف المعضل وهكذا، تقول له ده أبوه ما يقدر ينكر. السبب اللي خلاهم يحصلوا الإباحية دي شنو يا أخوانا؟ الجهل، لأنهم أهل جاهلية. كذلك الأخير إنه في زانيات عند الرايات عديد، وده اللي بيحموا فوق ناس علي بلده، بدل الرايات حتكون في قوانين إنه باب لائحة تنظيم عمل الوسخات، المادة الأولى ما تنبزوه، المادة الثانية تقيفوا صف، المادة الثالثة ما في حجز بالطوب، ده دارين يوصلونا له. أنا جايك لسه علماني، جايك أصبر لي لسه، عرفتها؟ فده كان موجود، ده الشغل ده يا أخواننا كان موجود. فديل يا أخواننا جاء الإسلام وهدم من كلهن وأقر نكاح واحد، وهو النكاح الشرعي المعروف. لأنه نكاح يا أخواننا فيه تمييز للإنسان عن البهيمة. الإنسان يا أخواننا ما هو بهيمة، ما أنت بتلقى لك أنثى وتقضي فيها شهوتك، لا، الشغلة دي فيها ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في غاية عظيمة من النكاح، وإنك تنشئ أسرة تمام، أسرة صالحة عند أهداف عظيمة، عند تنشر العقيدة وتنشر الإسلام وتخدم المجتمع ويكونوا ناس صالحين. ديل بيجوا بالكلام ده، لكن لما تفكك الأسرة ويجوك ديلك ضد الحكم الأبوي، بنوت مجرمات ومعاهن الجماعة، ناس ديك المسلمية عرفتها برضو واقفين، تلقى شايل لافتة لا للحكم الأبوي. يا ودي انت لابو ذاته، انت واقف مع ديل مالك، انت مالك يا زول، عرفتها؟ فده يا اخواننا شغل جايط، واحدين تانين زي ما قال لك اخواننا دايرين يا اخواننا يعني يفسدوا الفطرة الربنا خلق بها الذكر والأنثى، إنه قضاء الأوتار بين الرجال وبين النساء، فيجعلون قضاء الأوتار بين الرجال والرجال أو بين النساء والنساء، وده فيه مفاسد طبعا. يعني لو الموضوع ده مشى لقدام البشرية دي بتنتهي، لأنه ما في راجل بلد ولا في مرة بتحمل لها مرة. النازل أخواننا من ناحية عقل ما بيفهموا، شاكد ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الزواج طريقا للتكاثر جعلوا يا أخواننا جعل الزواج ده نكاح، وجعلوا عقد عظيم. ربنا قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وجعل الأحكام بتاعت الأسرة فقه كامل. الناس الآن بيتحاكموا له وبيحتاج له المجتمع، فده الشيء داير الإسلام. أما الفوضوية والإباحية ده داير إنه الجماعة ديل، والوصول إلى غاية الإباحية إنهم يصلوا إلى الشهوات من غير قيد ويفسدوا بها المجتمع. والتاريخ بتاع الجماعة ديل يا أخواننا مو تاريخا قريب، من بدري واحد اسمه مزدك في التاريخ القديم، وده يقال في سنة 500 وحاجة كم، 40 مزدك من الميلادي، ده دعا إلى إشاعة النساء وإشاعة الأموال، كان جبهة ديمقراطية جمدال مزدك حزب شيوعي طبعا للبرالمة. الجبهة الديمقراطية اسم الدلع للحزب الشيوعي، ولكن احنا والله احنا الجبهة الديمقراطية، جبهة الديمقراطية شنو يعني؟ ما شيوعي بتقول الله ماف وبتقول بإشاعة النساء، أنا جايك تجنب أخليك. طيب فده التاريخ بتاعه. بعد ذلك جاءت فرق تسمى في عندنا في التاريخ بالفرق الباطنية، وهي انتسبت زورا وبهتانا إلى الإسلام ودعت إلى هذه الأشياء حتى تفسد الإسلام من الداخل، وهم فيهم شبه البشبهوم الآن الجمهوريين. دي الناس بيرفعوا لك شعار الدين، وإنه نحن بنستدل بالآيات والأحاديث، وهم ناس بينخروا من الدين من داخل الدين. فواحد اسمه بابك الخرمي، بابك الخرمي ده برضو دعا إلى إشاعة النساء
والكلام يطول. أيضا يا أخواننا من الأسباب فساد العقائد، وإنه الزول عقيدته خربانة وما داير ما داير من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يرجو آخرة ولا يخاف من نار ولا يرجو جنة، فيتقحم هذه الشهوات والمضلات والمصائب والمفسدات للمجتمع. عرفتها؟ عشان كده بتلقى الشيوعيين عندهم انه المرأة دي عبارة عن أداء وسلعة رخيصة يتاجروا بها ويعملوا بها أي حاجة، وجايك إن شاء الله الكلام من كتبه. طيب أديك أمثلة من الأمثلة. أول حاجة نقيف مع الصوفية، طبعا ديل برضو عندهم الإباحية، وديل الواحد فوقهم بيعتقد، أنا ما قلت لك فساد العقيدة، الواحد فوقهم بيعتقد إنه بيعبد الله وبيحصل مرحلة بتسقط عنه التكاليف. ده ما كلام محمود محمد طه برام، ده برضو كلام الصوفية ذاته. عشان كده البرعي أصل للكلام ده في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، قال: وإذا ألفيت منكرا في قولهم أو فعلهم لمحرم، بيتكلم عن الأولياء. طبعا أي زول بيفهم إنه الأولياء ديل ناس في المجتمع عندهم من التقوى والإيمان ما يفوق على عامة الناس، صح ولا ما صح؟ فده قال الأولياء ديل بعد مرات ممكن يعملوا المنكر. أها، قال: أول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم، يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. الصوفية قال لك أبوك الشيخ ممكن يصافح المرأة الأجنبية، الأجنبية يعني اللي بجوز له إنه يتزوج بها، وطبعا دي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: ولا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كويس؟ فديل قال لك الشيخ بصافح، لكن قال لك انت لابد تأول للشيخ، لأنه قال لك الشيخ عنده درجة عالية، والشيخ قلبه نظيف ما زي قلبك انت. طيب يا أخواننا، انت لو عندك حاجة نظيفة توسخها ولا تحافظ عليها؟ ده ما سؤال. نمرة اثنين، هل الصوفي الشيخ قلبه أنظف من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح، فكيف انت تصافح لو ما انت انسان اباحي زول بتاع اجرام؟ عشان كده الكلام ده الصوفيه قالوا كتاب النصره العلميه بتاع عبد المحمود نور الدايم بتاع طابت، مدحوا البرعي الراقد في طابت ده، عبد المحمود نور الدايم عنده كتاب اسمه النصره العلميه لاصحاب الطريقه الصوفيه، قال: وراى تلميذ شيخا يزني بامراه. الشيخ التلميذ شاف الشيخ بيزني، والجماعة دي لو قالوا يا أخواننا دي معصية والولي ما معصوم، لحد هنا الكلام ده ما فيه مخالفة شرعية، الشيخ يتوب لله ويخلي الزنا ويستغفر والموضوع انتهى. لكن ده اللي قالوا، قام قال له بعد فترة، قال لي: يا بني علمت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة. قال لي: أنا عارفك شفتني، وكنت أنتظر نفارك عني، كنت قايلك حتمشي مني، لأنه بيقولوا إنه التصوف من الصفاء والتصوف من الصف الأول والتصوف من الصفوة، والتصوف ما من دل، ويقول لك من الصفة والتصوف من الصوف، هو من الصوف، عرفت دي النسبة له، عرفت؟ المهم ما دارين نستطرد. المهم قال له، قال له نعم، قال له صح، لكن قال له من ده الحوار، انت قال سموه حوار ليه؟ تشبيها لولد الناقة، ولد الناقة اسمه الحوار، والله جد هسي لو مشيت أهنا هنا أهل الإبل بيسموه شنو؟ ود الناقة بيسموه حاشي وبيسموه حوار، وعندهم له في كل مستوى من المستويات اسم. المهم فقالوا سموه حوار لأنه بلازم أمه ملازمة شديدة، فده الحوار، وهو في الحقيقة حمار وليس حوار. ده قال له نعم، قال له لكن منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم. ده ما يجرام؟ ده ما يجرام؟ طيب هما معصوم، أنت ربنا ما أمرك والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال له ولكن صحبتك على أنك عارف بالسلوك. سلوك 5 ملي ولا 12 ملي يا تو سلوك دي عرفته؟ قال له أيوة. قال له يا بني قد وفقت، فإن الفرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ فيواقع المعصية موافقة لمجاري أقدار الله. طيب أنا لو جيت لقيت الشيخ على الطريقة دي وقمت استلفت ساطور من بتاع 9 طويلة ورقدت له راسه موافقة لمجاري أقدار الله، رأي شنو؟ ما بنفس الشيء صح ولا ما صح كده دارون صح؟ والشيخ طار من التصفيات، فالموضوع انتهى. ده كلام فارغ ساكت، وده عبارة عن، وده يا أخواننا من أسوأ أنواع الإباحية باسم الدين. عشان كده كثير من الناس المشوا للشيوخ لأنه عقيدتهم خربانة، إنه الشيخ بده ولد أدوه ولد، لكن الولد عنده أضان ونخر وعين وأنف كما هي عند الشيخ باسم الدين، عرفتها؟ عشان كده جابوا في كتاب سراج السالكين في آداب الشيخ مع المريد تأليف ود بدر، قال وإن رأيت منهم يعني الأولياء من تعدى وناح يعني تعدى الحد الشرعي وفعل أفعالا قباح ولو أنه صفحة 43 ولو أنه يأتي البهائم، هذه كمان ضيفة للقسم داك، ديل واحدين علي بلدو واحدين شنو ده كمان، قال لك ولو أنه يأتي البهائم وقال إن إرادته النكاح فلا تجد عليه إلا بكثرة الإمداح، تمشي تشكره الشيخ بيزني بالبهيمة، تمشي تشكره شيخنا 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 شيخنا، عرفته؟ ده الدين الدايرينه العلمانيين، وده السبب بتاع العلمانية بالمناسبة، عرفته؟ إنك تكون إنسان مقصقص الجناحين مجنح والدبرك مع طمين الرشتت خلوه زي وئام شوقي، فهمت الحاصل؟ دي حقيقة المريد، دي حقيقة المريد، يخلوك زول ساكت لا عندك قيم لا عندك أخلاق ما عندك أي شيء، دي حقيقة الصوفي، عرفت الحاصل؟ المهم الموضوع ده طويل، وأنا ممكن أجيب لك واحد إسماعيل صاحب الربابة، ده من أولياء الصوفية، ده ولي عنده ربابة، قال لي جايبه والضيف الله في الطبقات، وكتاب طبقات والضيف الله هو نموذج من نماذج الإباحية، فيه كلام ما بتقري ذاته، والله كلام الزول لما يقراه يتحير إنه كيف يا أخواننا زول يجرؤ على الله بهذه الطريقة. ده قال لك إسماعيل صاحب الربابة قال كان بيتغزل ببيتين بمرتين بيتغزل به، قال ومما يقول، طبعا كتاب الضيف الله مؤلف بالدارجية العامية السودانية، قال يا عج تعجبك في الرقيص لا من تهرده يعني لما انتحته، يا هنية من حواها وقضى غرده. ده ولي جايب والضيف الله، وهنا طبعوا في جامعتكم دي وبتنشروا الدار البيجاي دي، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر الجميلة ومستحيلة، نشروا الكلام ده، وجايبين برضو ديشين قاضي العدالة مع ود الهميم، ود الهميم يتزوج أختين، قال تزوج بنات أبي ندود الاثنين ود الهميم، جاوا بعد ما سدس وسبع خمس وسدس وسبع، قام جاوا القاضي ديشين قال لي أما يكفيك، قال قبضوا في أربج هناك، قال لي أما يكفيك أنك خمست وسدست وسبعت حتى تجمع بين الأختين، قال لي والرسول أزل لي، ده إلحاد ولا ما إلحاد، ده إجرام ولا ما إجرام. فقام القاضي ديشين قال له جيب شاهد، طبعا الشغلة جايطة، قام قال له الشاهد إدريس ود الأرباب بفركة، عرفته؟ والله ده الشاهد على العقد، عقد في المنام، تلاقاك شغل زي ده عقد في المنام، عرفته؟ طبعا الشغلة دي إذا بقت حلال ما تورونا يا أخواننا معاكم، الشغلة دي لو حلال ورونا، شغل ده في النوم ظريف، تلم لك في واحدة انت اصلا من الله خلقك ما شفتها تقول لها تعالي هنا احنا عقدنا من الساعة 12 بالليل،
ده ما لعب يا أخواننا، دي ما استباحة للمحرمات. قال لو حتى تجمع بين الأختين، قال بعد ده فسخ العقد بتاعه، ده قال فسخ للشيخ جلده. يعني صوفيا قال لك لو أنت أنكرت عليهم بتبينوا فيك، عشان أنت ما تنكر عليه، تنكر على أبوك الشيخ بتبين فيك. وكلام فارغ ساكت وباطل. فدي إباحية باسم الدين، وكلام كثير موجود في كتاب الطبقات. كذلك الترابي، أنا أختم بنقطتين وجاي للجمهورين في النقاش إن شاء الله. الترابي برضو أباح لهم باسم الدين والإسلام، عشان شنو؟ عشان يجمع حوله أكثر عدد من الأنصار. فقال لهم ما في مشكلة، هو والجماعة بتاعينه ما في مشكلة في مسألة الخلط المتري. يعني أنت دار تقعد جنب البيت ما في مشكلة، لكن بس بيناتكم يكون في متر، والمتر ده ثابت الفراغ ولا شنو؟ مقاعدة بيناتكم، عرفتها؟ قال بيناتكم متر 95 سنتي حرام، تمشي 5 سنتي زيادة لقدام حلال، ده الترابي. وقال لهم لا بأس أن تأخذ أختك من يدها فتحاكيها عن نفسك وتحاكيك عن نفسها. ويأتى الترابي قديم جماعة دلاسي، ما في محاكاة، نازل بيخشوا في الموضوع طوالي، عرفتها؟ قال ولا بأس إذا تلاقت الأنفاس وإذا وجدتما شيئا فلتفترقا. وتاني بعد ده بيفترقا كيف؟ شغلة دي ما كتمت زي ما قالوا الجماعة. تاني ما في تفترقا، عرفتها؟ وافترقا ليه ذاته؟ وقال لهم اخلطوهن. قال يا أخواننا هسي انتوا شايفين الشيوعين ديل بيجندوا في البنات، والكلام ده جابوه في الجريدة بالمناسبة، لقاء مع عبد الحليم المتعافي، طبعا ما نزلوا بعد ده بنجيبهم لك، عرفتها؟ فعبد الحليم المتعافي كان في جامعة الخرطوم هنا، قال كان هو الكادر بتاع الخلط، زي منذر أبدقن هنا في جامعة الخرطوم، كادر بتاع خلط. وبعدين منذر ده بيقعد مع البيت زي حجر البطارية، السالب بيجي الموجب بيغادي، هي مقبلة كدي وهم مقبل كدي، في شنو انتوا؟ انتوا الحب بتاعكم ده مشقلب ولا احاسيسكم دي مغيرة؟ فده كله لعب باسم الدين، ده كله باسم الدين، عرفته؟ قال لهم الكوز لو خلط بيعمل شنو؟ جماعة سكتوا، في غايته مش الزنا. قال لهم لكن لو خلط الشيوعي بتكفر، اخلطوهن حتى لا يخلطهن شيوعين، عرفته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود لقى الرجال والنساء مرقوا من الجامع، لقى الرجال والنساء مرقوا من الجامع، فقام قال وقد اختلط، الراوي قال كده، وقد اختلط الرجال بالنساء، فقال ليس لكن وسط الطريق وإنما لكن حافات الطريق. قال فكانت المرأة تلزق يعني ثوبها أو جسدها بالجدار حتى يتمزق ثوبها. شوف العفة والحياء و و و والكرم بتاع المرأة دي كيف، وحياء ومحافظتها على نفسها، مع إنه ذاك كان أطهر مجتمع، أطهر المجتمعات المجتمع ذاك. بعد ده ليه يا أخواننا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. آخر نقطة قبل نفتح فرصة، جيب كتاب الشيوعين، وينو اسمه البيان الشيوعي، وطبعا ده أول وثيقة للشيوعين في العالم، الأحمر في أحمر كده، لأنه مصنع الشيوعين بيحبوا الألوان الحمراء، عرفته؟ الألوان الحمراء هذا ليه؟ ده البيان الشيوعي، وموجود متوفر في النت وما تقرأ، هو الساكت، عرفته؟ طيب الصفحة رقم 14، كارل ماركس، فريدريك إنجلز، طبعا الشيوعيين ما بيعترفوا بإله. لو واحد شيوعي بيقول إنه لينين أو ماركس أو الجماعة ديل بيعترفوا بالإله يجي يورينا. طيب فده البيان بتاعهم بتاع الحزب بتاع التأسيس، الكتبه كارل ماركس وفريدريك إنجلز، عرفته؟ في الصفحة هنا رقم 14 قال ولا يدور في خلده أن الأمر يتعلق ضبطا بإلغاء وضع النساء كمجرد أدوات إنتاج. قال وللمناسبة
لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في أخلاقيته من إشاعة النساء الرسمية المدعى بها على الشيوعيين. فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فقد وجدت على الدوام تقريبا. بعد ذاك مشى قال: فالزواج البرجوازي في الحقيقة هو إشاعة النساء المتزوجات، وقصارى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا. دارين شنو؟ إشاعة صريحة للنساء، ما يكون في أخلاق، ما يكون في حاجة اسمها زواج، ما يكون في حاجة اسمها عقد. الزول الداري يقضي شهوته عليه راحته، يعمل الفراسه. ودي الأدبيات بتاعت الشيوعيين ومن خرج منهم. بالمناسبة الشيوعيين في ناس مرقوا منهم زي المستقلين، الحزب بتاع المستقلين اللي ألفوا ذاك اسمه منه أبكر آدم إسماعيل، وعنده كتاب موجود برضه، عرفته؟ مرة نحن شغالين في جامعة السودان الغربي، شغالين في جامعة السودان الغربي، الكلام ده يمكن يكون له 3 أو 4 سنة. واحد المستغلين جاوا اشتغلوا جنبينا، نحن كنا شغالين قبلهم، قال في الكولين بتاعه، قال: التحية لستات العرق والمريسة اللاتي يمارسن بالليل الدعارة وينجبن أولاد الحرام. قال: فنحن أولاد الحرام. أنا قلت لهم: سبحان الله، الزول ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بأبوين وعارفهم، ويخش في لحد ما يخش الجامعة وتحلال صر يخش له مع حزب امرقوا وتحرام. والله جد دي الأحزاب، يتخيل ويحيي في ستات العرقي. وجايبين في تلفزيون السودان قبل فترة مش واحد بيتكلم عن إنه الشغلة دي ما هي يعني المشاكل التي تواجه صناعة المريسة في السودان. البواجهن أخلاق الناس، وبواجهن عفة الناس، وبواجهن عقل الناس. الزول العاقل ما بيشرب المريسة. عشان كده المفسرين قالوا في قول الله سبحانه وتعالى إن الجنة فيها خمر، لكن ربنا وصفها بأوصاف، قال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ابن عباس قال: الخمرة بتاعت الدنيا ربنا يعني هي معروفة بأربع أوصاف كفيلة إنه العاقل يخليها، منها السكر. تلقى زول يتكلم برا راسه. نمرة 2 قال: الصداع. نمرة 3 القي. نمرة 4 البول. عشان كده الشيوعيين بالمناسبة في جامعتكم دي في بداية الألفينات لما مسكوا الاتحاد عملوا قالوا معرض للتراث السوداني، قاموا جابوا فيه المريسة. والمعرض أي معرض أنت عارفه، أنت بتخش كده تشوف الحاصل شنو تمرك، إلا الشغل بتاع الشيوعيين ده. وكان معهم الحركة الشعبية الزمن داك، ناس الـ ANF، ناس الجبهة الوطنية الأفريقية، الجناح الطلابي للحركة الشعبية. وكان معهم الشيوعيين بقيادة وائل طه، أنا ما بعرفه تخرج ولا ما تخرج، من سنة 92 لحد 2007 و2008 كان في تانية جامعة، ده ماسك له محل بتاع 16 برلوم، ويجي يتكلموا لك عن التحرر والعلم والتقدم، ما عنده فهم إلا التفة حقته. يا أخي تخيل الزول ده بشدة ما كبير. نحن زمان طبعا كنا مع الأنصار سنة العطالة ديل، وكنا في الانتخابات، مسك له برلوم جلده مع عمك كبير، قالوا له: ده شنو يا شيوعي تدق بيدك كيف؟ قال: لأن عمر بن الخطاب كان بغير بيده. طيب انت شيوعي ما لكم مع عمر بن الخطاب؟ ناس زي الناس مجرمين. جو خشوا المعرض، الواحد بقى يابش المريسة، بالله دي حقة العيش، ايوه دي بتاعت بتمو هناي، وديك بتاعت البلح، ايوه دي بتاعت اهلنا بيجاي، وديك دار لا يدعوا فيها 2 سفنجات قدام، فهمت؟ الواحد تلقاه خش عديل يمرق بغادي زي ما كانت الشعرية. ده الشغل الدارين الشيوعيين. ولذلك اخواننا نحن نقول انه الاسلام جعل يا اخواننا المحافظه على النسل، الكلام ده ما جاينا عشان نضحك الناس بس،
الكلام ده يا اخواننا محافظة على النسل، لأنه الليلة في هجمة على أخلاق الناس. يا أخي زول تلقى اهتماماته كلها، الشاب اهتماماته كلها إنه يبقى زول ظريف لأنه في واحدة قاعدة في الجامعة. يا أخي بنات حوا ده الخربا على الشباب. الناس ما بخش ال 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 المكتبات دي، الناس ما بتخشها. المحاضرات الناس ما بتخشها. الناس زعمة النجيلة، النجيلة زعمتها يا ناس. في ضرر مادي وحسي ومعنوي على الشباب. عشان كده نحن لابد الموضوع ده نتناوله. عرفتها؟ بيجاي في مخلفات، مش في مخلفات تعدين ومخلفات بيترو كيماويات، عرفتها؟ في مخلفات بتاعت زنا. اطفال المايقومة ده شنو؟ ديل جايين من وين؟ صدروهم لنا من اسرائيل؟ ديل جايين من وين؟ والله لو خشيت دار المايقومة تقول كأن آباء هؤلاء الأولاد قد رأيتهم يوما أو مرة من الدهر. بتكون شفتهم كده في هناي أسبوع بتاع مهندس ولا حاجة، بتكون شفتهم. ديل من وين؟ ديل من المجتمع ده. السبب الخلى دار يا أخوانا، يتخيل المسلمين يبقى عندهم دار لأبناء الحرام، وده من علامات الساعة فشو ولد الزنا، وده اللي بيكبر بعدين بيحقد على المجتمع ده. لأنه مجتمع يا أخ، مرة نحن في أبو آدم، معلش أنا طلت المفروض أفتح فرصة، لكن مرة مشينا، مرة قاعدين في أبو آدم قبل الآذان الثاني، بين الأول والثاني نحن قاعدين والواطة برد شديد. بعد شوية سمعنا شافع بيصرخ، عمك جه خاش المسجد سمع الشافع، لقاه ملفوف في قطعة. ده السبب شنو؟ السبب إنه كان يتلاقينا في الجامعة وما فيها حاجة، ودي زميلتي كان نهاية الولد ده يدعوه هناك، جاد عنه في البرد، والله برد ما تجدع فيه غنماية، عرفته. وبعد ذاك دقينا لناس الشرطة وجو شالوه ودوه في الناحية يجيبوه هنا في المايقوم. يمرق الولد في المجتمع ما عنده أي حنان، ما عنده ما القلب بتاع الإنسان ده يا أخواننا فيه أشياء لابد من إشباعها. أنت قال زول بيسمع الغنية يبكي ليه؟ ده ما فاقد حنان والله جد. عرفت تلقى فنان يبكي في شنو؟ بتلقى في ناس بيسجدوا للفنانات، صح ولا ما صح؟ زول بتشيله الهاشمية كده بيمرق القروش الربطة دي طق 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 بفكها في الفنانة. السبب اللي خلاه يعمل كده شنو؟ زول ده فاقد ثنائي عاصمات الفرفوروز، عرفتها؟ في مركب نقصي عنده جوا. فده اللي خلى الهوس ده ينتشر، عرفتها؟ وينتشر. عشان كده الغرب يا اخواننا بيحتاج لعيد الام وعيد الشنو؟ عيد الشنو؟ اما انت نشأت في اسره كريمه، نشأت في ابو يقول لك انت ود منو يا فلان؟ تقول انا ود فلان واهالي الفلانيين ونحن حلتنا الفلانيه. بتكون انت مصدر فخري بالنسبه لك، وانت انسان مركت سوي وسليم. اما ديل الواحد ما عارف ابوه منو وامه منو، تجي تفرض لي المنهج بتاعه. المهم الكلام في الموضوع ده يطول، وانا عندي لسه نقاط ثانيه لو ما خشيتوا العلمانيين انا بفتحها، واخواننا ديل برضو يعني عندهم نقاط، لكن لانه الزمن مشى نفتح الفرصه للمداخلات والحوار والنقاش.